برافو برافو ايمن فيطس، وبرافو لمحمد الاخضر العازف على آلة الجيتار اللي نورنا ايضا بحضوره. مرحبا بك، نورتنا. اذا ايمن، هذه الاغنيه اللي كنا نسمعوا فيها اعاده، وانت راك في بدايتك ما شاء الله عليك، واكيد انه كل فنان في بدايته يختار الاسماء الفنيه اللي يعاود لها الاغاني. اكيد. واخترت لنفسك طابع، صح؟ اكيد نعم. وش هو الطابع اللي تميل ليها اكثر شيء؟ اول حاجه نشكرك على الاستضافة هذه. بعدها كون ميلوا لجانب الفن أو جانب الغناء خويا لطفي، يعني أحسن شيء أحسن شيء كي تكون تغني في الأغنية المحافظة. يعني كلمات وألحان تسمعهم في داركم، تسمعهم مع أي واحد يسمعهم. ثاني حاجة بديت أنا نغني نتبع في زعمك في المغنيين اللي صح، اللي يقيسوا كيما شاب حسني الله يرحمه، كيما يعني طابع رومانسي. طابع رومانسي وطابع يسمعوه اي واحد، زعما رانا في وقت راك تسمع في الغناء وراك تسمع في الفن وفي الراي والراهي ميل. سما لازم يكون كاين شباب ولازم يكون كاين مؤدين، احنا مازال ما نسموش رواحنا فنانين. يعني انت تبعت احساسك، صح؟ تبعنا الاحساس. بالرغم من انه شباب اليوم يحبوا على كل ما هو نغم ريتمي اغنيه الراي وغيره، لكن هذا الشيء ما اثرش على ميولاتك الفنيه. انا نقدر نسميه هذا الجمهور هذا اللي يسمع لهذا النوع تاع الراي الجديد هذا، مع كل احتراماتي للفنانين تاعو، كما قلت لك قبيله انا مازال ما نسميش روحي فنان، مازال ما نسميش روحي فنان، لانك راك تشوف درك اللي يغني اغنيه ابابا ابابا راهي ولا فنان. رانا في وقت لازم الفنان صعيب عليك، الفنان باش تولي فنان، لانه كل فنان يعني مقياس الفن هو الجمهور المتلقي للرساله. لازم يكون عندك فضاء، سواء تمثيل سينما، تلفزيون، مسرح، واذا كنت مغني اصدارك لالبوم وغيره. نعم. بالنسبه لك وش هو الفضاء اللي راه بدا التفاعل معك من خلال التليفون، وراه بداوا الاتصالات اللي راهم يلحقوا لك، وانت من الناس اللي يتفاعلوا مع الجمهور من خلال اليوتيوب والبودكاست اللي تحطها في كل مره، صح؟ انا نحط لي بودكاست ونحط الاشياء الهادفه، لاني اول حاجه بديت فيها الاشياء الهادفه. هذا الصوالح هذه نالت رواج والحمد لله، معناتها الناس عاد تبعني عاد تتصل بيا، يعطيك الصحه. اكيد يكونوا كاينين هذوك المثبطين، بصح كل ما يكونوش هذوك المثبطين ما تنجحش. انت جمعت بين فن التمثيل وبين الغناء، وراك تدرس تمثيل ايضا. نعم. نعرف على روحي، اخوكم ايمن فيطس انسان مؤدي بسيط جدا من ولايه الجلفه بلديه عين معبد. بديت نغني وبديت المسرح، وحاليا ندرس في المعهد العالي اللي اسمه هنا في الجزائر العاصمه، نقرا تمثيل. او ميم تو راني نغني. اكيد لازم تكون كممثل لازم يكون عندك معيارين، لازم يكون عندك الغناء نو عندك التمثيل. اول حاجه كاع قبل التمثيل وقبل الغناء يكون عندك اخلاق الفنان، صح؟ هذاك هو صح. وفن الحلاقه ايضا من الفنون الحلاقه
اللي متمكن ومتحكم فيها، ما شاء الله عليك. ربي يبارك فيك ان شاء إذن الله. اذا مشاهدينا حابين تعرفوا عليه عن قرب، عن الاعمال نتاعو اللي يحطها على اليوتيوب، يلا نشوفوا هذا المقطع وراجعين، تفضلوا. ضاقت علي بلادي، ضاع عنواني، فررت منها فصار الموج أكفاري. هاتي السفينة، هاتي السفينة كالتابوت تحملني قبرا تعرفت لألقى قبري الثاني. ألقيت في اليم والتابوت يحملني، لا من يقص علي ولا أخا. يا غالي أماه تلطمني الأمواج تبلعني، والريح تعصف والطوفان يخشاني. أنا آسف يا أمي، أنا آسف يا أمي، لأني لم أستطع الوصول إلى هناك. هذا المقطع تمثيلي بإمضاء الفنان أيمن فيطس الحاضر معنا اليوم. أنت تدرس وأيضا تدرس في نفس الوقت في مدارس خاصة صح؟ نعم، بديت التدريس عندي مدة 3 سنين. ثلاث سنوات يعني وأنا صغير كنت نقرا في الليسي، كنت نروح ليكول الابتدائيات وليزيكول بريفي، نروح نقدم حصص في المسرح وفي الموسيقى، يعني نكون مجموعات صوتيه ونخدم نخدم نخدم ناشط مع الاولاد الصغار، سورتو الاولاد الصغار نموت عليهم الاولاد الصغار. لانك اول حاجه البراءه، اول حاجه كي تكون صغير. انا كعرف كي نكون مع الدراري الصغار هذوك، راني كنت نتيجهم، بديت عندي 18 عام نقري في الاولاد الصغار. طيب 18 عام ونلقى واحد نتيجي في السن عنده 17 18 عام يقول لي يا شيخ يا شيخ. هذا الشيء والله العظيم اكتشفت قدرات ومواهب. اكيد اكيد انا نتعلم منه في ليسماس. حاليا راني في مدرسه اياد الخاصه في بومرداس، يعني بعد ما تنقلت من الجلفه، جيت من ولايه الجلفه الولايه تاعي، جيت من الجلفه ورحت جيت هنا العاصمه. اكيد وليه اللي لازم يكون الواحد ناشط. شوف الابتدائيات وبديت ننسق معاهم وديماريت في الخدمه. يعني واش تعلمهم، مسرح ولا واش؟ يعني مسرح، المسرح والموسيقى. درسوا موسيقى، موسيقى ومسرح. يعني درس سولفاج ايضا. سولفاج يقراوا السولفاج ونعطيهم اناشيد، اناشيد يعني بطابع احترافي شويه. احنا بكري نعرفوا الابتدائيات نغنوا، نبداو نغنوا حاجه سامبل ديغاج. صح درك لا ما دام التطور هذا لازم حاجه شويه احترافيه. وباش تدخل العالم الاحترافي انت كفنان، انت كاسم ايمن فيطس، واش تهد عليها وتشتغل عليها؟ انا اول حاجه نجتهد عليها نقنع نفسي، قنع نفسي. يعني تكون راضي بالفن اللي تاديه؟ انا ما يهمنيش، انا الناس اكيد كي تحب. انا نحكي على الفن. اي على الفن. اوكي، في الناحيه الفنيه انا كي نكون نادي في فن، كي نقنع بنفسي باللي راني صح، راني نادي في حاجه عجبتني 100% راح تعجب الناس. اذا كنت انت مشكك في روحك، دوماج، ماكش واثق في روحك، فاش الناس تثق فيك وتسمع لك وتتبعك؟ واش هي الخطوات الماجيه؟ هل من تحضيرات لالبومات؟ هل اخترت الوجهه نتاعك ولا التوجه نتاعك فنيا؟ راح تصير اسم فني في فن الغناء ولا في فن التمثيل، ولا راح تجمع بيناتهم؟ السؤال شويه صعيب. يعني كانت في التمثيل. وشو اقرب شيء لقلبك، تمثيل ولا الغناء؟ قلبي التمثيل، لانه دراستي مجال دراسه، لاني نقرا في التمثيل. يعني 3 سنين راك تقرا تمثيل زعما. ومحمد ما عرفتناش عليه. محمد هو عازف آلة الجيتار. زميلي، تفضل، هو زميلي في ليسماس. تدرس ثاني في ليسماس؟ يدرس معايا. وش تخصص لك دايرو؟ دكتوره تمثيل. انت ثاني يعني ممثل؟ ممثل ما شاء الله عليك. كم سنه راك؟ 20 سنه. وتجمع بين فن التمثيل والعزف على آلة الموسيقى. وي. وما عندكش موهبة غناء؟ ما تغنيش؟ لا نغني نورمال. وي. ما شاء الله، يعني ليسماس الله يبارك عليها، راهي عندها قدرات فنية اللي تجمع كل الفنون. أقول لك حاجة أستاذ. تلاقينا البارح برك. غير البارح وين تلاقينا؟ ما شاء الله. البارح في الليل مقصرين، جانا أنا ملي اتصلت. وتدرسوا في نفس المعهد وما تعرفوش بعضكم بعض؟ لا جار تعرفنا البارح جيت أنا العاصمة، هو جا، هو يعني من الشرق. البارح من الوحدة تاع الليل نسمع في الجيتار، خرجت انا من الشومبرا تاعي، خرجت نسمع فيه يخدم الجيتار. سلام سلام لاباس، قلت له قدوة، كنت فوت معايا عندي واحد الميسيو. قال لي
جسويل مرحبا. بدينا نخدموا نخدموا زوج تاع الصباح جانا العساس، قلنا خوتي راكم تريبيتو روحوا ترقدوا. قولوا رايحين للطفي غدوه ما يهضروا. رايحين للطفي ربي يبارك. مرحبا نورتونا، تزيدوا تسمعونا حاجه؟ اكيد يا صوفي. نسمعك يعني مادامنا حكينا على الفن، راح نسمعك موال شرقي للقامه صباح فخري. الله الله. حبيبي على الدنيا إذا غبت وحشة فيا قمرا قل لي متى أنت طالع. حبيبي حبيبي لقد فنيت روحي عليك صبابة فما أنت يا روح العزيزة صانع. تذللت تذللت حتى رق لي قلب عاشق فعاد عيوني للهوان يسامع. وإن تتفضل يا رسولي فقل له محبك في ضيق وعفوك واسع. يا ليلي يا ليلي يا ليل يا عليك. تحية كبيرة لك أيمن، وتحية لمحمد الأخضر أيضا العازف اللي جانا اليوم ونورتونا بحضوركم. واش عندكم مشاريع راكم برمجينها ولا مازال راكو شباب هادي راهو في بداياته، مازال ما عندوش مشاكل فنية، ما عندوش محطات ربما اللي تحتاج أنه يخطط لها؟ نعم بربي إن شاء الله بور لو مومون لازمت لنا نكملوا صح نقراو، لازمت لنا أون باز تسمى كي أبري باش تبان لك. ما تقدرش تقول تحدد هدف باه توصل له لازم تصبر شويه. صح الصبر هو مفتاح كل نجاح. وي. ايمن نفس الشيء بالنسبه لك؟ انا مش نفس الشيء بالنسبه لي. نو شوف الفن صعيب 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 صعيب، وانا قلت لك يا شيخ الفن مش يروح وحكم ميكرو وقول راني فنان. انا راني غني وحاكم الميكرو راني في الحصه نتاعك وما قلتش راني فنان. يا انا مانيش فنان، انا راني مجرد مؤدي. يا ناس الفره صعيب، يا ناس الفره مش مجرد احكم ميكرو وافتح لوطونتين واطلق لي السانتي وليه ليه 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 لي خلاص راني فنان. مش هذا هو الفن شيخ. ايه دونك مازال باش يكون عندك البوم ان شاء الله. ان شاء الله راني مع الاساتذه في المعهد اكيد تاع داخل لي سماس تما راه قامه من قامات التكوين الفني هنا عندنا في الجزائر لي سماس. صح يعني الاساتذه تكفي. تحيه لكل الاساتذه بالمعهد وتحيه لكل الطلبه ولكل الفنانين اللي تخرجوا من المعهد اللي اعطانا اسماء كبيره فنيا وقامات في الفن الجزائري. شكرا لكم ايمن فيطس، نورتنا بحضورك. ربي يبارك فيك. وايضا حبينا اطلالتك محمد الاخضر عازف على اله الجيتار وطالب ايضا.